birthday girl, Happy birthday girl. Say, what can I do to thank يا هلا والله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مش زوين. الكلاب عندي في روتين معين، خلاص يصيرون يتعودوا انه انا مثلا اصحى دائما الساعه الفلانيه، فلما اتاخر ساعه ولا ساعتين يحسون انه في شيء غلط، فيبدا الازعاج، يعني ما ينابحون بس يخربشون، قومي قومي يعني يصحوني من النوم، فما يحتاج احط منبه بحياتي، عندي منبه من الله. طبعا اللي يقولون لي يمكن جوعانين ولا شيء، كلابي من جبتهم وانا عودتهم على انه فري فيدنج، عرفتوا انه الاكل يكون دائما موجود متى ما بغوا كلوا، عرفتوا يعني ما في اوقات محدده للاكل اني احط لهم الوجبه وما ادري ايش، عرفتوا؟ فمو جوعانين كذا ازعاج بس. ليش احس وجهي صاير ابيض بزياده؟ المهم اقول لكم، باخذ واحده من صاحباتي تبغى تسوي بوتوكس، ويمكن فيلر، ما قد سوت في حياتها يعني، فبما انها تثق فيني قلت لها تعالي حظب بطنك، فباخذها اجرب اول مره بوتوكس، ما ادري اذا بتسوي فيلر ولا لا، قاعده لسه قاعده افكر بالموضوع. فبس والله الزبدة، ما ودي اتحطم كثير، بس سالفة الصداع هذا ذبحني، ما ادري وش القصة، لازم اروح اشيك. كنت اطنش بس الوضع صار اكثر من يعني ما يطنش، عرفتوا؟ هذه المنطقة كذا احس كذا فيها ضغط، بس ماني عارفة ايش هو بالضبط. زبدة الموضوع انه لازم اسوي تشيك اب، اصلا من زمان ما سويت تشيك اب، مرة من زمان لازم اسوي تشيك اب كامل، اشوف ايش في، ما في ايش في جديد. مين اللي يطنز على بنتي؟ لا تقولون عنها غوريلا. ميا ما ادري ايش ما يعجبكم وجهها، انا اشوف وجهها اكيد وجه في العالم. ميا كم يا ماما؟ ميا قاعده تتهاوش، لحظه ميا ميلانو خلي الهوشه الحين، خلي اللعب. كم يا ميا؟ كم تبغي؟ كم لك اتركها يا شوف الحركات، يبي يلعب منها معها وهي اجازة. ميا كم هي؟ كم هي؟ يا الله يا المسيطر، كم هي؟ تعالي وريهم وجهك، والله العظيم وجهها اكيد وجه في العالم. يا ابن ميا انا خليها، تعالي ميا امشي. زبدة انه ما ابي اخليها لحالها. نعم. الزبدة صاحبتي تتوسلت لي، قالت وصلت ابكر من الموعد، لازم اني اطلع اروح لها. وبس عاد اصور لكم من هناك. I'm here to support her emotion. Yes. Emotional physical support. اوكي، جيت من صاحبتي سوت بوتوكس، وقلت لها قلت له بشوف ايش يحتاج وجهي، قلت له ابغى شيء تحت العين، قال لي في شيء جديد اسمه سالمون دي ان اي. ف what سالمون دي ان اي do like making glowy skin glasskin Dr. Robert. Here, it's going to regenerate everything, it's going to help make the skin beautiful and plump, and it gets rid of any discoloration. One of the best anti-aging treatments you can do is really to remove dark circles. I cannot wait to try it. She was already telling me about it, and now it's amazing. I want to try it. مايلو خلينا نقول السالفة، عدتوا لكم من جديد. طبعا ما عليكم، طلعت لي كدمة من الإبرة من الأمس. خلاص يا ماما. تخيلوا، رحت سويت أظافري ورحت سويت مساج حول بيتي. المهم لا تأكل. المهم وأنا راجعة وأنا ماشية، تخيلوا فجأة بسم الله عليك انتبه، وأنا ماشية
فجأة أشوفك إنك بعيدة شوي. رجال عجوز شوي مع زوجته قاعدين يمشون يقطعون الشارع وفجأة هوملس ضربوا. أنا كنت قاعدة أسجل تايلر لأن قاعدين يعني عشان عيد ميلاده مدري إيش. فشفته هو يضربه وشهبت كذا فجأة يعني انصدمت كذا فجأة أشوف الهوملس يسوي كذا ويضرب الرجال والرجال فجأة أعطاه بوكس ثاني يعني كانت هوشة بتصير بس أشوى الرجال إنه عاقل ما كمل الهوشة هرب على طول لأنه يعني هوملس باين مو بصاحي. أنا وأنا قاعدة أسجل بعدين قلت كنت قاعدة أسجل فويس كل الناس اللي حولي طالعوا فيني يسألوني إنه فيك شيء قلت لا بس في هوملس ضرب وصرت أتخبى خايفة لأنه كان جاي اتجاهنا شو اسمه وبعدين فجأة اختفى شكله دخل كان في بين المبنيين في زي الباب شبك شكله حشر نفسه بينه وهرب. المهم قعدت طالع مدري إيش لأنه أبي أرجع البيت قعدت طالع يمين ويسار ما لقيته فقالوا لي تبين نمشي معي قلت لا لا عادي أمشي لحالي. المهم مشيت لحالي شفت الرجال اللي انضرب بالزاوية قلت لهم إنه شفت الهوملس وهو يضرب كان قاعد يكلم الشرطة ف مايلو ميلانا نو فقالت لي شفتي وين بأي اتجاه راح قلت لها ما جاء من اتجاهي يعني كان ماشي باتجاهي بس اختفى وما راح يمين ولا راح يسار باين إنه دخل بالمبنى الصغير عرفتوا أوه ماي جاد عشان كذا لما أمشي من جنبهم أمسك نفسي وجوالي وشنطتي وعيوني تصير ورا لأنه حركاتهم مو متوقعة عرفتوا يعني خاصة يعني أغلبهم يكون الله لا يبلانا يعني يكون المخدرات ضرب عقلهم ف يعني ما تدرون إيش متوقع إيش راح يسوون فجأة عرفتوا كذا فجأة الرجال ماشي بأمان الله وزوجته وأعطاه بوكس ليش يلا تكونوا فهمتوا السالفة كنت بصور لكم بس من الخرشة وأنا قاعدة أسجل تايلر والناس اللي برا كانوا يسألوني وش صاير فكذا كله حوسة مع بعض فما صورت. يا أهلا والله كيفكم شو أخباركم شو مسوين؟ طبعا سبب إني ما صورت وجهي أمس ما أدري إذا صورت قبل أمس ولا لا بس السبب هو شايفين كني راكون من السبب هذه الإبرة حقت السالمون دي إن إيه طبعا السبب مو الدواء نفسه السبب الإبرة قال لي الدكتور إنه احتمال من 10 إلى 15% إنه يطلع لك يعني كذب بس إنه الكلاينت حقات يعني ما حد فيهم كذب يعني دائما أسويها له ما حد طلعت له كذب طبعا أنا من حالات حظي أنا الوحيدة من 10% ولا طلعت لي الكذب ها المشكلة مو وقته أول شيء عندي تصويرين أجلتهم سبت هذه غير هذا بكرة أنا يحتفل بعيد ميلادي وماني محترفة ميك اب عشان أغطي كدمة يعني ما أعرف شلون أغطي كدمة بالميك اب يعني أنا يا دوب أحط أي شيء أرنقع وجهي فيه. صباح الخير كيفكم شو أخباركم شو مسوين شكرا شكرا المتابعين اللي أعطوني التكنيك اللي أسويه عشان أغطي اللي وجهي مرة شكرا يعطيكم العافية قالوا لي أحط شيء احمر بدني او احط اورنج حطيت اورنج صراحه وبعدين قالوا لي احط كونسيلر اغمق من بشرتي بعدين انتظر 30 ثانيه اتوقع شيء زي كذا عشان ينشف شوي وبعدين اطبطب عليه بعدها احط كونسيلر العادي وبعدها احط لوز باودر فطبقت شكرا بس والله صاحيه الصبح كاشخه اروح احتفل بعيد ميلادي لازم تحتفل بعيد ميلادي لين ما يخلص الشهر كم تاريخ اليوم 24 صح لسه باقي لي كم يوم اتهنى فيهم المهم بروح احتفل مع اصحابي وبس والله اعطيكم المخطط طبعا هناك ما حيكون عندي شبكه بروح كاترينا ايلاند فما بيكون عندي شبكه فما اقدر انزل بنفس الوقت بنزل لكم بعدين ان شاء الله. عدت اليكم من جديد رجعت من كاترينا امس بالليل ما صورت شيء كنت تعبانة بس وأنا أقلب جوالي اكتشفت إني ما صورت أشياء كثير يعني صورت بعض المقاطع بالبوت بس ما صورت كل الأجواء لأنه أصلاً جوالي ما كان فيه شبكة SOS فكنت أحطه في شنطة طول الوقت عشان ما أضيعه لأنه لو ضيعته أنسى ما أقدر أتصل عليه فما صورت كثير بس انبسطت بشكل مو طبيعي يعني كانت خيار موفق إن نروح الكاترينا صراحة
صار معنا تخيل مش صار يولي. سو انا رتبت الحجوزات اوكي، حجزت الاوتيلات، حجزت البوت، حجزت الفيري، حجزت كل شيء اوكي. وطبعا انا رتبته وكلهم طبعا دفعوا. بس تخيلوا لما حجزت البوت حجزت من كاتالينا، يعني كتبت انه كاتالينا بوت طلع لي خيارات الموجوده بكاتالينا وحجزت. تخيلوا لما جيت وصلت، طبعا الاونر حق البوت الليله اللي قبلها ارسل لي كل معلومات انه هذا العنوان، هذا الكابتن، رقم الكابتن دردا، وخلاص طبعا انا ما قريته لانه قلت ليش اقرا الحين، بقرا بكره. وصلت هناك سوينا تشيكن الاوتيل، سوينا تشيكن الساعه 2 والساعه 3 لازم نروح البوت، وانا بالاوتيل ابغى احط العنوان عشان نمشي للعنوان. تخيلوا وين العنوان طلع؟ طلع بالين. انا طالع العنوان كذا اقول لا في شيء غلط، وارجع افتح العنوان من جديد، يعني اشوف الجزيره هنا واشوف العنوان بالي، يعني لازم اعدي البحر. يا ويلي او ماي جاد. تخيل دقيت على الكابتن اقول له وينك انت، يقول لي انا مارينا ديل ري بالي. اقول له ايش يعني انا حجزت من كاتالينا، انا صدق حطيت لوكيشن كاتالينا بس ما ادري ايش الخطا اللي صار. قلت له وش الحل والمشكلة ما في، يعني انه مستحيل اني الاقي بوت على اخر لحظة، خلاص يعني احنا هناك يعني ما في، كله sold out you know. المهم كلمت الكابتن وما ادري ايش كذا، يمديك تجي لكاتالينا؟ قال اقدر اجي بس يبي لي ساعتين، وطبعا اكيد لازم ادفع اكسترا فيز وكذا. المهم نحاول نوصل للاونر، ما ادري وين الاونر، اتوقع انه بيوروب ولا شيء، فما يعني ما نقدر نتواصل معه. يا ويلي انا قمه الاحراج والاحباط، اثنين احراج اني جايبه ما شاء الله جروب كامل من 8 اشخاص عشان ينبسطوا بالبوت، اخر شيء ما في بوت. كلمتك فتعال اللي تبي بدفع اللي تبي بس تعال. المهم جاء البوت على الساعه بعد ساعتين، جاء الكابتن بعد ساعتين اشوي، يعني النهايه حلينا الموضوع، يعني جاء زبدة الموضوع. الشيء الوحيد اللي شوي يعني كنت مقهورة عليه انه ما حضرنا الشمس كثير، يعني لما جاء البوت وصل على الساعة تقريبا 5:45 دقيقة، فكانت الشمس قاعدة تروح ورا الجبل عرفتوا، فيعني حضرنا الشمس شوي وبعدين راحت الشمس، يعني كان شوي بارد الجو عرفتوا، بس انه المهم ان انبسطنا، هذا اهم شيء يعني صار. وبس وشغلة ثانية سويناها كانت خطأ، ما كنت ادري في سوبر ماركت هناك، فقلنا خلينا نشتري كل الاغراض للبوت، نشتري شيبسات، نشتري بريد بول، نشتري مويه، نشتري كل شيء، لانه ما ادري اذا في سوبر ماركت ولا لا، وما نبغى نشتري من البقاله. وجاء تايلر يا عمري شايل الكولر حاط كذا واحد كبير وحطه بعربه وندفتف مع الثلج وحالتنا. اخر شيء يوم الاحد اكتشفت انه في سوبر ماركت حرفيا جنب الاوتيل، بس يلا تعلمنا المرة الجاية. يعني صارت مواقف كثير ضحك. فجأة انتهينا في بيت أحد مدري مين، أحد من أصدقاء تايلر، فجأة كان كاتالينا وماخذ Airbnb، رحنا عندهم فجأة كذا ما أدري شلون انتهى المطاف هناك، كذا بيت زحمة وفي ناس كثير. بس المهم إنه كان يوم جميل وعدى على خير. بنزل لكم بعض الأشياء اللي صورتها وهم صوروها وخذيتها منهم، وبس والله قلت اسوي لكم ابديت. كريستيان I want one. No, actually we're going to go to the restaurant. Yeah, I can be your friend. Grandfather, you sound like Kiwis. I love that so much. Chris, what if this is my grandpa? Yes, you never know. He's got the chain with the dollar bill. Chain and the money, and we'll be there in March. Hey, oh, that's it's a nice thing to experience, and just get that out of there. Newport's not bad either. I'm not afraid.
شو نسوي؟ عندي ايفنت بروح على السريع و مش اسمه ما راح اطول صراحه، ما كنت بالمود بس استحيت اكنسل على اخر لحظه. فبس بروح شوي وارجع، حتى لا سويت شعري ولا شيء، بس انه الكيرلي كان شكله حلو يعني، فقمت جست رفعته. ميك اب حطيت ميك اب عادي لانه مو ايفنت كبير وفي بابراتي وكذا، عرفتوا بالعادة لما يكون في بابراتي يسوي ميك اب وشعر وما ادري ايش، اذا ما في بابراتي عادي اسوي شعري بنفسي. بما اني يعني بديت اتقبل نفسي بالكيرلي، بما انكم قاعدين تقولوا لي شكله حلو بالكيرلي خلاص صرت اروح بشوشتي. صبح صبح يا عم الحق، هو من زمان ما قلتها يا ويلي، هالحين يقولون لي قديم انت من 2015 ما ادري طلعت فجأة. المهم جاي اخلص كم شغلة وابوقف اجيب لي عصير جرين جوس. بس والله زبدة اني اشتريت هذه شو اسمه الكويارد، من اول كلمة اشوفها على احد وانا اقول ابغاها ابغاها انه مرة شكلها عملية، فاشتريتها قبل يمكن شهر، صدق اشتريتها قبل شهر وكرفت امها، مرة عملية مرة يعني. بالعادة لما احط اغراضي بالشنطة قد احوس ادور، هذه على طول تفتح وتشوفون كل شيء عرفتوا. وغير هذا احس اني ودي اروح اشتري كل الالوان. اشتريت الخضره بس كانت عجبتني الاسود على رمادي على بني محروق، ابغى اروح اشتري هذه مره عمليه. اللي ما عندهم هذه شنطه كانت الهبه الشنطه الكبيره حقت جوير بس مو ستايلي مره كبيره، بس لما اسوي هذه الصغيره مره عمليه مره عمليه. اللي يبغى شيء الشنطه عمليه يشتري هالشنطه. احسن طعم المره اللي فاتت لما خذيت من عندهم، اتوقع يا سبينج يا الكيل كان طعمه خربان شوي كنا قديم عرفتوا. رجعت للحياه كنت دايخه شوي. المهم بروح اخذ الكلاب امشيهم شوي، وبس بعدها بروح الوحدة من صاحباتي مسويه باربيكيو بالبيت عندها، ف بروح لها بروح عشان اكل. الزبده حلمت حلم غريب وغبي شوي، فرح الهادي وعقيل ما ادري ليش. حلمت ان عقيل كان يرسم على وجه فرح وسواها دجاجه، يعني مو لا الرسمه دجاجه، مو سواها دجاجه، الرسمه دجاجه وحط لها زي المنقار واسنان، وأنا كنت أقول الدجاجة ما عندها أسنان. منقار وأسنان وحلم غريب يعني، كانت فرح قلبها دجاجة ما أدري شو. بس ما أدري فين جا المسكة، واضح إن خلصت كل أحلامي في حياتي، رحت نطيت على حياة العالم. في شعور كذا اني بمرض، بس ماني عارفه، ف فايتمين سي ضروري عشان الحق على المرضى قبل ما تصير. مره مو وقتها. يا هلا والله، كيفكم اخباركم شو مسوين؟ اقول لكم تخيلوا عندي مناسبه وطلبت فستاني، اصلا نسيت سالفه الفستان بس تذكرت يوم اتوقع الاربعاء تذكرت انه احتاج فستان وقمت طلبته وقلت اشهر تحت نفسيا بيوصل يوم الجمعه، دفعت حق اسرع شيء انه يوصل اسرع شيء. المهم المفروض يوصل امس، قاعده انتظر انتظر ما وصل، قلت خليني اشوف رقم الشحنه عشان يعني اتبعها. لا ادخل ابحث عن الايميل الاقيهم راسلين لي في خطا في معلومات العنوان، اكدي لنا العنوان مره ثانيه. ادخل المعلومات صحيحه، الاسم صحيح، العنوان صحيح، تستهبلون انتم ولا تستهبلون؟ المهم
كيف دقيت عليهم الكاستمر سيرفيس انه ايش السالفه خير والعنوان صحيح وما ادري وش وكذا. متى بيوصلني؟ اكدت لهم المعلومات متى بيوصلني الفستان. والله شوفي لانه الوقت تتاخر عن الساعه 12 يعني المفروض 12 الظهر هم يرسلوا الشحنات عرفتوا تاخر على الساعه 12 ولانه عندنا لونج ويكند لانه المهم اقول لكم عندنا لونج ويكند. فقالت لي كذا بعد ما حددتي البيانات وكل شيء الفستان بيوصلك يوم الاربعاء. ما ابغى يوم الاربعاء قلت لها ما ابغى يوم الاربعاء خذوه وكنسلوا الطلب واعطوني. المشكله مو هنا، المشكله انه ما في وقت اني ادور فستان وما في محلات اصلا. يعني بالعاده انا اطلب اونلاين يعني ما في محلات مره صراحه تبيع اشياء حلوه عرفتوا. المهم الحين ابغى اروح ادور فستان. اكره اني انزل السوق والله العظيم اكره اني انزل السوق. المشكله لما انزل بس كذا اتسوق عادي اوكي حلو، بس لما اروح ادور على شغله محدده اول مره اقول الله ارتحت طلبت الفستان قبلها بفتره ما شحنوا. وبعد لانه الحين ويكند يوم السبت وغير هذا مثل ما قلت لكم لونج ويكند لانه عندهم اجازه رسميه ليبر داي، فحتى الشورومز مو مفتوحين يعني كذا تورط ورطه السنين. بس والله قلت اجي طلع حرتي يلا نقوم ندور على الفستان مع بعض. جيت ساكت فيث افنيو كنت ابغى ديزاينر محدد ريترو فيت بس ما في بس اونلاين ما عندهم ستور. وعدتوا اليكم وعدتوا اليكم من جديد ابشركم لقيت فستان. لا هو لقيت فستان بس لسه ما شريته. اكتشفت انه في سنابتين ما نزلت لكم اياها ميلانو في سنابتين خليني اركز بالسالفه في سنابتين ما نزلت لكم اياها الاوبشنين اللي كنت بينهم. فراح اروح ان شاء الله بكره باذن الله اشتري الفستان. المهم كنت طالع عشاء هذا الشهر شهر العيد ميلادات قسم بالله من عشاء لعشاء سمنا ما احنا عارفين نسوي دايت حرفيا. اصحابي 95% منهم جولاي اوغست سبتمبر ورا بعض ورا بعض ورا بعض. احس انه يعني وزعوهم على مدار السنه ايش فيكم كلكم جيتوا بنفس الشهر شهور غيروا شوي قسم بالله. من عشاء لعشاء خاصه وبعد عيد ميلادي كان وما شاء الله عيد ميلادي انا احتفلت فيه الشهر كامل عشاء 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 لا حد كبودنا من عشاء سووا غدا سووا فطور غيروا. شوفوا ادري اني بشطح وقاعد اتكلم عن عيد ميلادات وعشاء والناس مبسوطه وانا اقول لكم ترى نون مسوينا ارض عوده المدارس هذا اللي جاي تنكد عليكم. اوكي بمناسبه العوده بالمدارس نون مسوين لكم عروض. سو لقيت هذا من كولد جايا مرة يجنن الأحمر حبيت الأحمر بس لازم أبيض. فقالوا في أبيض بس بلوكيشن ثاني بروح بكرة الصبح أجيبه. حلو شكله. المهم بس شكلي بأخذ هذا. خذيت كم قطعة من هاوس أوف سي بي بس إنه أحس هذا أفخم. لقيت هذا بعد حبيت التوب بس ما عجبني البنطلون أحس كذا قصة غريبة ما أدري ما حبيت البنطلون. بس هو أكثر بنطلون عندهم يناسب وما عندي ما أدري إذا عندي بنطلون أبيض ولا لا.